زيها اصلا يعني ما اعتقد ما يعني احنا فقدنا الثقه اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحيكم انا ماجد حميد وحلقه جديده من برنامج الانتخابات العراقيه 2021، وعنوان حلقه اليوم قضاة الانتخابات يخوضون من باب المفوضيه معركه منع التزوير. على الرغم من القوة التي قد تدل عليها الاسماء التي تشكلت منها اللجنة العليا للامن الانتخابي الا ان التحدي الامني لا يزال هو الاخطر الذي تواجهه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خاصة مع وجود سلاح الميليشيات المدعومة من ايران ولضمان نجاح الانتخابات ذهبت المفوضية لطلب الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية من خلال الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومشاركة عربية اللجنه العليا للامن الانتخابي تشكلت بقياده العمليات المشتركه ونيابه جهاز مكافحه الارهاب ومديريه استخبارات الداخليه واشتراك 22 جهازا امنيا فضلا عن مجلس المفوضيه العليا للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى اكدت اللجنه انها تنوي اجراء زيارات للمقرات الحزبيه لغلق غير المجاز منها فضلا عن وضع قاعده بيانات لكل الافراد المسجلين في الاحزاب لتمكين الاجهزه الامنيه من تحديد دوافع الجرائم التي ترتكب وما اذا كانت سياسيه ام جنائيه. اللجنه المشكله من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدات العمل على اعداد خطه طوارئ تتضمن فرض اطواق حول مراكز الاقتراع للحيلوله دون تاثير الضغوط والسلاح على سير العمليه الانتخابيه. وعلى الرغم من ان القوات العراقيه اعلنت جاهزيتها لاكثر من مره لحمايه الانتخابات الا ان المراقبين لا يزالون يشككون بهذه الجاهزيه خاصه وان بعض المرشحين بداوا يعتقدون انهم غير قادرين على اكمال مسيرتهم حتى موعد الانتخابات بسبب الضغوط والاجواء السياسيه المشحونه اتلقت المفوضيه عشرات طلبات الانسحاب من الترشيح للانتخابات خاصة من الأحزاب الجديدة التي تكونت من رحم احتجاجات تشرين ومعنا للنقاش في هذا المحور هنا في الاستوديو المرشح عن الدائرة الأولى بمحافظة ديالى عدلي محمد الكرخي ومن أربيل ينضم إلينا المرشح المستقل شيخ صدام نور الفيصل الذي يترشح عن الدائرة الرابعة بمحافظة نينوى وسيكون معنا في الجزء الثاني للحوار السيد جليل عدنان خلف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أهلا وسهلا بكم وأبدأ معك سيد كرخي كما تعرف بأن مفوضية الانتخابات التي شكلت جاءت بسبب تظاهرات تشرين بسبب الأحداث التي أدت إلى سقوط المئات من القتلى ومن ثم تغيير حكومة السيد عبد المهدي إلى حكومة السيد الكاظمي وذهب الكثير من الاعضاء البرلمان ان يكونوا القضاه هم من يقودون هذه المفوضيه، طبعا هم الان خارج مجلس القضاء الاعلى وفقط هم الان موجودين في مفوضيه الانتخابات، هل هذا يعطي طمانينه لكم كمرشحين بان تكون هذه الانتخابات نزيهه؟ تحيه طيبه، حقيقه هذا الموضوع كان كلش مهم بالنسبه لنا وبالنسبه للناخب ايضا، يعني كمرشحين ممكن هذا الموضوع يعطي اطمئنان كبير جدا وايضا بالنسبه للناخب يعطي اطمئنان المساله المهمه اللي كانت في الانتخابات الحاليه او قبلها او قبلها المساله المهمه هو عدم اطمئنان الناخب بشكل كامل لاجراءات العمليه الانتخابيه لهذا لهذا قليل, قليل جداً صارت المشاركة كانت قليلة جداً بالانتخابات السابقة وهذا يدل على عدم قناعة الناخب بالعملية الانتخابية بسبب وجود إرباك داخل إجراءات قد تكون المفوضية او اجراءات اخرى خارج المفوضيه فلهذا اليوم على اقل تقدير من تمشي باجراء يسهل الاجراءات او يشعر الناخب بوجود اطمئنان حقيقي لاجراء عمليه انتخابيه نزيهه اعتقد راح تصعد نسبه المشاركه ويطمع اطمئنان اكثر ما في يعني مرشح <applause> في الدوره السابقه عام 2018 <applause> يعني وحسب المعلومات حصلت على الكثير من الاصوات هل المانع كان بعدم صعودك الى مجلس النواب هو وجود تزوير هل حقيقه بان الانتخابات الماضيه كانت اسوء انتخابات في تاريخ العمليه السياسيه في العراق يعني حسب حسب تشخيص المراقبين وتشخيص الامم المتحده ايضا والشكاوى اللي انبثقت بعد العمليه الانتخابيه ممكن ان تؤشر بانه اسوء عمليه انتخابيه مرت في تاريخ العراق نعم في تاريخ العراق كله السبب كان واضح اليوم أصوات الخارج عليها علامات استفهام أصوات النازحين صارت عليها علامات استفهام صعود البعض وهبوط البعض بعد إن النتائج عليها علامات استفهام هاي علامات الاستفهام حقيقة أربكت المشهد بشكل كامل لهذا الشارع فار وصارت فورته كبيرة بعد قد يكون سنة من تشكيل الحكومة أنتقل إلى أربيل إلى الشيخ صدام يعني صدام ألا تعتقد بأنكم كمستقلين من الممكن ان تفيدكم الاجراءات التي اتخذت من قبل مفوضيه الانتخابات بضمان نزاهه الانتخابات هل تعرف شيخ بان المفوضيه اعطت اكثر من نقطه للمرشحين لكي يتاكدوا من ان هذه النتائج التي تم من خلالها التصويت الالكتروني بانها دقيقه هل لديكم شعور بالرضا على الاجراءات التي اتخذت من قبل المفوضيه خاصه في محافظه نينوى هذه المحافظه التي تعرضت الى دمار كبير من قبل تنظيم داعش الارهابي تنتخب لأول أول مرة بعد طرد التنظيم وإعادة تقريبا عدد من النازحين وبدأ عجلة الإعمار تسير ولو بشكل بطيء في هذه المحافظة نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينا الكرام أستاذ ماجد بالنسبة الحكومة تسعى دائما هي لاظهار أكبر قدر ممكن ضمان نزاهة الانتخابات وهنالك ما زالت مخاوف خصوصا ومن وجود البطاقه البيومتريه والغير بيومتريه ووجود المال السياسي لكن ما زلنا نعتقد ونتأمل ان الانتخابات تحظى بقدر كبير يعني من النزاهه والشفافيه خاصه في الدوره القادمه الحاليه ونتامل تكون حاله مثاليه لكي نتامل ان يكون هناك قدر كبير من النزاهه وأن تكون هناك رقابة أممية خاصة بالمرحلة القادمة تأكيد على هذه النقطة ونسبة المشاركة أيضا لها تلعب دور كبير كلما كانت مرتفعة تقل نسبة الفساد والتزوير طبعا مشاركة الجماهير تلعب دور أساسي بالانتخابات السابقة بال2018 كانت النسبة متدنية وجعلت الانتخابات تذهب باتجاه آخر طبعا نقطة ثانية المال السياسي لازم يكون هناك سيطر عليه من قبل الحكومة في ضبط استغلال المال يعني استغلاله بالانتخابات واستغلال الوظيفة بالسلطة يجب يعني حتى يكون هناك قدر كبير من النزاهة بالانتخابات كما تعرف بانه اليوم كان هناك ايضا اجتماع لرئيس الوزراء مع محافظين ومع القيادات العسكريه ومع المفوضيه العليا المستقله للانتخابات تحدث بعدم استخدام موارد الدوله منعا باتا والمفوضيه مطالبه بابلاغنا باي استغلال يحصل لهذه الموارد ادعو المرشحين والجهات السياسيه للالتزام الكامل بالتنافس هل هناك التزام في محافظة نينوى بالبنود أو النقاط التي تعلن من قبل مفوضية الانتخابات ما هي أبرز مخاوفك كمرشح مستقل بأن في موضوع الدوائر الانتخابية هل تعتقد بأن هناك جهات تسعى في المحافظة إلى استخدام المال السياسي هل هناك جهات تسعى إلى شراء بطاقات انتخابية خاصة بأنه في الحوار الذي أجريته وسيبث بعد قليل مع رئيس المفوضية تحدث بأنه أي واحد راح يشتري بطاقة انتخابية ما راح تفيده لأن أن هناك إجراءات صارمة متخذة من قبل المفوضية في داخل مراكز الانتخابات، حتى موضوع التليفون، الهاتف النقال ممنوع يتم إدخاله إلى مراكز الانتخابات، هل هذه النقاط تُطمئن أم لا؟ لديكم نقاط أخرى ربما تشخص مشخصة لديكم ربما تستخدم في عمليات التزوير. طبعا محافظة نينوى تحظى بخصوصية كونها محافظة منكوبة واعلنت دوليا انها محافظه منكوبه يجب الضغط على الحكومه المركزيه لزياده التخصيصات لزياده الرقابه اولا بالانتخابات ثانيا زياده التخصيصات بالمرحله القادمه لاعاده اعمار وبناء المحافظه توفير الاستقرار لسكانها، اعاده النازحين يعني موضوع التعويضات بالنسبه للمواطنين يجب ان تكون هذه في من اولويات يعني المرحله القادمه ف وبالنسبه للنقطه اللي اشرت لها موضوع المخاوف من التزوير الانتخابات طبعا هناك لا يوجد مثاليه بال بالانتخابات حتى على مستوى يعني الولايات المتحده راينا جميعا ما حدث من تزوير ومن تلاعب لكن نتامل بالمرحله القادمه وعي الناس، وعي دور المفوضيه، دور المراقبين الدوليين والمحليين الذي سيلعب يعني دور كبير بهذا المجال من ناحيه السيطره، طبعا لا يمكن ان تكون انتخابات بدون خروقات، بدون تزوير، لكن نحاول قدر الامكان وضع النقاط الأساسية لتجنب ما سيحدث من تزوير وتجاوز على حقوق المرشح خاصة يعني نحن كمرشحين مستقلين يعني لدينا مخاوف لكن نتأمل أنه من المفوضية بعد قانونها الجديد أن تكون منصفة لكوننا منصفة للمرشحين المستقلين كوننا لا نمتلك أحزاب تحمينه. فأملنا الكبير بالحكومة إنه تحمي أصوات المرشحين المستقلين وإن شاء الله تكون انتخابات نزيهة لكي يعني تكون إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي والمجتمع الدولي والإقليمي. يعني السيد الكرخي كما اشار يعني الشيخ يعني ما شاء الله تراب مثلما على الولايات المتحده في الانتخابات الاخيره عندما تحدث بانها مزوره اليوم كنا نتحدث بانه لا توجد انتخابات مثاليه حتى لو مثل ما شهدت في في الولايات المتحده ولم يثبت ان كان هناك تزوير او غير ذلك. لدي سؤال مهم دياله ونينوى لديهم خاصيه وهي الملف الامني، ديالة فيها ملف أمني مضطرب نينوى فيها ملف أمني مضطرب وجود الحشود في ديالة وفي نينوى هل تخافون بأنه يوم الانتخابات لا يسمح لأبناء مناطقكم بالذهاب والتوجه للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات أم لا بأن نظام الدوائر ضمن أن تكون هناك مشاركة ومنافسة متكافئة بين منطقة وأخرى الصراحة نظام الدوائر يعني حسب وجهة نظري الشخصية كان نظام جيد جداً خفف الحمل بشكل كبير جدا أعطى استحقاق المناطق كما هي جانب الأمني بالانتخابات السابقة صار أصبح هناك استغلال كبير جدا وضغط على الجمهور بشكل كبير جدا حقيقة اليوم الضغط أخف أخف وطأة من السابق في بعض المناطق لكن يوجد توتر في مناطق معينة ومحددة ومشخصة في مثلا قد تكون في دائرة معينة قد يحصل بشكل نسبي بسيط بسيط جدا، لكن ما اعتقد راح يكرر السيناريو السابق، هذه الانتخابات الناحيه الامنيه خاصه في ناحيه ديالة في محافظه دياله اخف يعني افضل من من سابق. لا. الان الان التخوف الكبير والحقيقي الموجود من استغلال النفوذ الحكومي في في عمليه الترويج الانتخابي. هذه المساله اصبحت اكثر خطرا واكبر خطرا من السلاح المفرط. نتحدث صار. بصراحه، هل هناك عمليه شراء للبطاقات الانتخابيه في مناطقكم في محافظاتكم ام لا انه لا توجد عمليه شراء خاصه بان المفوضيه تذهب الى البيومتري انه سيكون النسبه الاعلى للتصويت والبيومتري. هو الموضوع كالاتي: اليوم الكل يعتقد بانه راح يجيب يخلي البطاقه ماتة طبعا هذا الموضوع موجود، يعني حاليا كواقع حال موجود، اليوم الـ الـ الناخبين نفسهم يروحون على المرشح يقول له هاي الانتخابية بالمقابل أن يحصل كذا وكذا وكذا بالنتيجة حقيقة هاي حالة خطرة جدا واليوم الناخب لا يعي الناخب عنده حاجة يريد يقضيها بالنتيجة بسبب قضاء هذه المصلحة ممكن أن يقدم هذه الأشياء للمرشحين وبعض المرشحين الغير مدركين للعملية الديمقراطية بشكل صحيح يستغل هذا الضعف وبساطة الجمهور ويأخذ هاي البطاقة يخليها يمه لكن التعامل ليس في بنفس الطريقة اللي ذكرتها جنابك لكن التعامل راح يصير بأنه هاي البطاقة قبل بيوم من الانتخابات هو يكلف ربعه ياخذهم الاهل البطائق ويديهم الصناديق هناك البطائق. نقطه مهمه هناك من يقول الروايه الثانيه بشراء البطاقات الانتخابيه بانه مثلا سين من المرشحين ومقابل سين من المرشحين يعني يملك قوه في هذه الدائره الانتخابيه يتم شراء بطاقات ابناء هذه الدائره لكي يمنع عمليه التصويت المكثف مثلا لجنابك لكي نعطي مثال، هذا هذا نوع اخر للشراء ليس للذهاب والتصويت به في يوم الانتخابات، هذا ايضا موجود. يعني هو عمليه شراء الاصوات موجود، حاليا موجود، يعني وصل سعر 250 دولار في بعض الاماكن، الصراحه المال السياسي موجود بقوه. استغلال النفوذ المناصب التنفيذيه موجود بقوه، بالنتيجه دخلوا اشخاص تابعين لتجار اغنياء، هؤلاء الاشخاص التجار مستعدين ان ينفقون عليهم الاموال الكبيره في سبيل ان يصعدوا لمساله مهمه، لا. لمصلحه شخصيه مستقبليه، اليوم بمكان ما اقضي شغلتي بتكليف لاحد الشخصيات انا اسوي نواب اثنين وهم يقضوا لي شغلاتي هاي الفكره اللي صارت عند اغلب التجار لهذا التجار نزلوا بقوه والمال نزل بقوه في سحب الشيخ الفيصل في الدائره الرابعه هل هناك عمليه لبيع البطاقات الانتخابيه هل هناك عمليه لدفع الحشود بعمليه المقاطعه للانتخابات ام لا هناك توجه عشائري في الدائره الرابعه للمشاركه في كثافه وكيف تصف عمليه الوضع السياسي في محافظه نينوى، كما تعرف اليوم هناك كتل سياسيه جديده تشارك في هذه المحافظه وتدفع بمرشحين جدد في هذه المحافظه. بالنسبه للموضوع شراء الاصوات هذا شيء مثل ما تحدث الاخ ضيفك الكريم موجود في جميع دوائر العراق ولا يخلو دائره من هذا الموضوع لكن هذا الموضوع اللي ناكد عليه بالنسبه للناخبين ناكد دائما انه لا احد يركض وراء هذه المواضيع بيع وشراء لان هذا يعتبر بيع ضميره راح ينتخب لمده اربع سنوات قادمه هاي الاربع سنوات هذا المرشح اللي صعد من خلال هذا الاسلوب بيع وشراء هذا موضوع يعني هو راح المواطن نفسه المرشح الناخب راح يتحمل مسؤوليته مناطقنا سألتني عن المنطقة الرابعة هي حالة حال باقي المناطق نسمع هنا وهناك يوجد ضغوط لكن يعني لا نرى شيء ملموس مئة بالمئة كضغط نسمع في كل دوائر نينوى الرابعة والخامسة والسادسة هناك ضغوط لكن لحد الآن لا يوجد شيء فعلي بهذا المجال لكن ما نخلو من مخاوفنا اللي مثل ما تحدثت قبل قليل نحن المستقلين الذي لا نملك قوة سياسية أو جهة مسلحة تدعمنا في هذا المجال. لكن لديكم سلطة عشائرية في الدائرة الرابعة هناك سلطة عشائرية أيضا تحكم لذلك جنابك اليوم في الزي العربي في اسم العشيرة باسم المشيخة أيضا تخوض الانتخابات ربما لا تحتاج لكتلة سياسية تحتاج لديك وجاهة في, المح... في هذه المنطقة لذلك رشحت كمستقل نعم جنابك تأكد على موضوع الدائرة الرابعة احنا اذا نتناول موضوع الدوائر في محافظه نينوى خصوصا وباقي المحافظه كذلك لكن محافظه نينوى بشكل خاص كونها خرجت من تحرير قريب وتدخل القوات المسلحة والحشود في تحريرها أصبحت لها طابع في هذا المجال أنها سوف من باب رد الجميل من باب لكن الضغوط موجوده في كل دوائر العراق ضغوط نعم شيخ ما هي ما هو الشعار اللي دخلت فيه للانتخابات لاقناع ابناء محافظه نينوى في المشاركه والتصويت وهو وهو البرنامج الانتخابي لديكم في المحافظه طبعا نزول نزولا الرغبه الجمهور انه ننزل كمستقلين اه لتحقيق يعني برنامجنا هو الانتخابي، اه بالنسبه لمناطقنا محتاجه بعد التحرير محافظه نينوى لم تاخذ حقها من الحكومه المركزيه في اعاده الاعمار، في التعويضات، في <applause> إعادة النازحين إلى مناطقهم هذا برنامجنا بالدرجة الأولى وطبعا الخدمات هي الأساس بالنسبة لخدمات مثل الكهرباء والماء والحاجات الأخرى الشوارع وال هذه كلها يحتاجها المواطن اليوم ونحن دخلنا على هالأساس لدعم جمهورنا بمناطقنا في نينوى وغرب نينوى خاصة نعم يعني هناك أيضا شيخ مخاوف من استخدام السلاح يعني السلاح هناك أيضا هناك من يتحدث بأنه الحشود العشائرية أيضا تتدخل في ملف الانتخابات في محافظة نينوى هل رصدتم أي محاولات للحشود العشائرية للتأثير على, على الناخبين عفوا بس اذا ممكن السؤال يعني نعم يعني في محافظه نينوى كانت هناك شكوى من انه بعض الحشود العشائريه تستخدم في عمليه الترويج في الانتخابات، هل رصدتم هذا الشيء؟ هل لديكم مشكله او مخاوف من استخدام السلاح في يوم الانتخابات؟ طبعا نسمع نسمع عن وجود ضغوط في كل الدوائر، ضغوط على هذا الموضوع، لكن اتصور اتصور الحكومه لديها اجراءات في هذا المجال خاصه بعد صدور بعض الشكاوي من اخوه نواب او مرشحين اعتقد هناك خطه للسيطره يعني على هذا الموضوع نعم السيد الكرخي يعني ايضا في محافظه دياله هل هناك مخاوف من استخدام السلاح في يوم الانتخابات هل هناك التقيتم باللجنه الامنيه العليا لعمليه توفير الامن الانتخابي في المحافظه طبعا هاي المخاوف موجوده في كل الانتخابات وتدري جنابك وحتى حاليا قبل كل الانتخابات يحصل نوع من الاضطراب الامني وهذا طبعا مؤشرات خطيره لانه ممكن في الانتخابات تحصل اشياء غير غير جيده وبالنتيجه ايضا راح تخلي الناخب يتردد في الذهاب الى مراكز الاقتراع، لكن هذه الاجراءات اعتقد هي ممكن اجراءات حكوميه، اليوم ممكن قائد القوات البريه زار محافظه دياله واطلع على الوضع الامني بشكل جيد، ايضا صارت زياره من وزاره الداخليه وبالتحديد بخصوص موضوع الانتخابات، هذه المحافظات ممكن تم اعطاء لها اهميه بسبب وضعها المربك سابقا، ممكن اليوم بالتأكيد على هذا الجانب من قبل المفوضية ومن قبل الجهات الأمنية في سبيل اطمئنان الناس بأنه ما راح يصير اضطراب أمني هاي حقيقة رسالة جدا مهمة يجب أن تصل للناخب بأنه راح نحاول نحد من المخاوف الأمنية المستقبلية في سبيل هذا الموضوع يزيد نسبة المشاركة في الانتخابات الوضع الأمني يعني في بعض المناطق لا يزال مربك ويجب على الحكومة أن تشدد إجراءاتها في هذا الجانب لأن حقيقة عندنا بعض المناطق قد تكون شبه معدومة السيطرة عليها يعني مناطق بسيطة مو أقول مهمة كل شوي لكن أكو يعني مو ماكو النسبة مو انعدمت موجودة قد تكون 10% 20% وهذا أيضا يشكل مخاوف قد تتوسع إلى مناطق أخرى السؤال الأخير هل ما هو البرنامج الانتخابي أو ما هي رسالتكم للناخبين في المحافظة لإقناعهم والتوجه للانتخابات والمشاركة في هذه الانتخابات حقيقة الرسالة اللي يجب أن تصل إلى جمهورنا في محافظة ديالة باعتبارها وأيضا العراق بصورة عامة اليوم أنت أمام مفترق طرق اليوم أنت أمام قرار مصيري تاريخي عليك أن تختار بعناية ودقة على أساس العقل والمنطق وليس على اساس العاطفه والهوى لان اليوم انت امام حقيقه قرار تاريخي اليوم الناخب هو اللي راح يقرر مصير العراق القادم حتى لا يندم بالمستقبل ويقول ما فرقنا شيء يجب أن يكون الاختيار وفق أسس منطقية وعلمية ومدروسة على أساس البرنامج الانتخابي على أساس شخصية المرشح على أساس وضع الانتخابي ووضع قائمته هل قدم شيء ما قدم شيء شنو اللي راح يقدمه بالمستقبل هل مجرد كلام أم هنالك برنامج فعلي حقيقي ممكن تطبيقه على أرض الواقع نعم السيد عدلي محمد الكرخي المرشح عن محافظة الديالة الدارة الأولى شكرا جزيلا وكذلك الشيخ صدام نوري الفيصل والمرشح عن الدائره الرابعه محافظ 2 وشكرا جزيلا لك، وانتقل الى استديوهات الحدث مع الزميله هاجر لنقل ابرز اراء المواطنين حول دور القضاه في ضمان نزاهه الانتخابات وكذلك اراء الشعب العراقي والمرحله التي مرت بها مفوضيه الانتخابات وسيكون لنا لقاء بعد الفاصل مع رئيس المفوضيه العليا المستقله للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف. يسعد مساك ماجد ومسا الشعب العراقي الحر الشعب العراقي اليوم ماجد يراهن على الدور الذي ستلعبه المفوضية في ضمان نزاهة الانتخابات انطلاقا مما شهدته انتخابات عام 2018 بالواقع لمسنا مشاهدين عند اعداد هذه الحلقة نوعا من التفاؤل في الانتخابات العراقية بينما يرى الطرف الآخر بأن الوجوه ستبقى هي هي قبل الغوص في هذه التفاصيل فلنعرف الجمهور بدايه ما هي المفوضيه العليا المستقله للانتخابات وما دورها فلنتابع امام المفوضيه العليا للانتخابات العراقيه تحديات كثيره في الانتخابات المقبله من تامين الامن الانتخابي ونزاهه وشفافيه سير العمليه الانتخابيه واهم نقطه ابعاد التسييس عن نتائج الانتخابات وهو ما ترجم مشاهدينا في تغريدات وتعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اذ علق ابو حيدر العراقي كما نرى على حسابه الخاص انتخابات محسوبه لجهات معينه الحل جذري يتمثل بالقضاء على الفساد النظام النيابي فشل فشلا ذريعا وفق رايه في تقديم تغيير وهو لا يقدم اساسا ولا يؤخر حساب اخر على فيسبوك يتفق مع ابو حيدر العراقي قائلا حتى وان كانت نزيهه ما فائده النواب كل لا يخدمون العراق والعراقيين بل ينهبون ثرواته وخيراته ويعملون ضد الشعب العراقي العملية وفق رأي المغرد كلها من أساس وضعت خطأ في خطأ على حد قوله نظرة تفاؤلية معارضة للرأيين السابقين ظهرت في تعليق لنور أحمد على الفيسبوك قائلا نعم مع وجود قضاه في المفوضيه ورقابه دوليه نعتقد ان المفوضيه سيكون دورها ايجابيا وتكون قادره على الحد من الخروقات بينما جاءت تغريده اخرى للسيد محمد موسى على تويتر مقتضبه وواضحه في رسالتها مغردا بكلمه كلا في اشاره حتميه منه الى ان مفوضيه الانتخابات غير قادره على ضمان نزاهه الانتخابات وراى حسين في تغريده اخرى أن إيران لا تسمح بمعنى أن إيران ستشكل عائقا أمام المفوضية في إجراء انتخابات مختلف مختلفة عفوا هذا العام، بالمقلب الآخر ذهب تعليق لحساب يدعى أبو حسن على فيسبوك أبعد من ذلك ليقول أساسا المفوضية تخضع للمحاصصة والضغوطات. السياسية فكيف لها أن تؤدي عملها بصورة صحيحة غير أن لذو الفقار الأعرج رأي مختلف فيما يخص استقلالية المفوضية تحديدا إذ يعتقد أن بدعم رئيس الوزراء القازمي للمفوضية وتعيين القضاة حتما ستلعب المفوضية دورا أكثر نزاهة من الانتخابات السابقة وقادرة على ضمان نزاهة الانتخابات يؤيد أبو عبد الله بأن المفوضية تمتلك كل المؤهلات القانونيه والمعلوماتيه والتقنيه ولكن برايه هي بحاجه ماسه الى اناس شرفاء يديرون مفاصلها وان تكون مستقله بقراراتها وان تكون مدعومه من القضاء العراقي المستقل باشخاصه المهنيين وبوصف دقيق للواقع في ظل سيطره الاحزاب السياسيه والزعامات على المشهد السياسي علق حساب يدعى احمد الانباري قائلا عندما نتخلص من نور المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيره من الشخصيات السياسيه والميليشيات البعيده عن الحشد سيكون العراق بخير على حد قوله خدير هاشم علق بدوره على فيسبوك بالقول القوي ياكل الضعيف مثل كل الانتخابات السابقه تزوير وفلوس وبعد ذلك يطلع الفائزون يتكلمون بالوطنيه ويهتفون عاش العراق هذا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا توقفنا ايضا عند ارائكم مباشره وسالنا الناشطين والعراقيين في الشارع العراقي ما اذا كانوا يعتقدون ان الانتخابات العراقيه نزيهه وتخلو من التزوير تعددت الاجوبه ولو انها تصب جميعها في خانه فقدان الثقه واستخدام لغة التهديد من قبل الأحزاب والميليشيات لترهيب المرشحين وإبعادهم عن المشهد السياسي فلنستمع لا هي يا سنة تنزيها أصلا يعني ما أعتقد ما يعني إحنا فقدنا الثقة بالدولة فقدنا الثقة بكل شيء أصلا لا غير قادرة يعني تتبع أحزاب مفوضة كل أحزاب وهذا ما تقدر ما أعتقد الأحزاب ده تتمثل بالمفوضية فضغط الأحزاب لح يكون يعني واضح جداً في المفوضية وبالتالي سيأثر يأثر على الانتخابات أما نزاهتها فإذا أكو, إذا أكو فد ستايل يعني إذا أكو فد نموذج معين يمشون عليه عالمي وضمان دولي فأكيد الانتخابات تكون أفضل وأكثر نزاهة النزاهة شيء بسيط راح بها يعني يعني حسب المظاهرات اللي صارت بالعراق والأوضاع تصير بها نزاهة شيء بسيط بس ما يغير روتين الانتخابات السنوات اللي فاتت طيب أراء الشارع العراقي أتت منسجمة مع استطلاع للرأي نشر على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سألناكم ما إذا كانت المفوضية للتألف من قضاة قادرة على ضمانة نزاهة الانتخابات وجاءت النتيجة على الشكل الآتي نحو 90% يعتبرون أن مفوضية الانتخابات غير قادرة على ضمان شفافية العملية الانتخابية بينما 10% فقط يبدون الثقة بالمفوضية بعد فاصل قصير مشاهدينا ننتقل إلى حوار أجراه الزميل ماجد حميد مع رئيس مفوضية الانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان خلف تابعونا عن المعلومة لياتوك بالخبر. حتى وان كانت الظروف صعبة. مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الامر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. سنوات كانت حافله بالاحداث غير المتوقعه تعلمنا انه لا يمكن التكهن باي شيء مستقبل مبهم وغامض واسئله جديده كل يوم اكثر الاخبار تعقيدا تصبح مفهومه عندما تحلل وتقرا بالطريقه الصحيحه وبالاستعانه بالخبراء والمختصين. مهمتنا ان نحاول جعل المشهد اكثر فهما. استوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش على شاشه الحدث. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد لبرنامج الانتخابات العراقيه وفي هذا الجزء سيكون ضيفنا رئيس مفوضيه الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف اهلا وسهلا سياده القاضي اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا يعني اليوم مفوضيه الانتخابات امام امتحان صعب وهو نزاهه هذه الانتخابات ما هي الاجراءات التي اتخذت من قبلكم كمفوضين ورئيس للمفوضيه لان تكون هذه الانتخابات ناجحه وبعيده عن التزوير شكرا استاذ ماجد حقيقه ما قامت به المفوضيه من اجراءات هي اجراءات كثيره همنا الاول والاكبر هو ان تكون هذه الانتخابات مختلفه وهذه الانتخابات هي انتخابات نزيهه حقيقه على مستوى الناخب جعلنا ينتخب ببطاقه بايومتريه البطاقه البايومتريه اللي هي تعتمد على التقاطع الثلاثي للبصمه الحيه تجعل عدم امكانيه للتلاعب بالاصوات ايضا الاجهزه كل الاجهزه المستخدمه من عده التحقق وجهاز تسريع النتائج والار تي اس كل هذه الاجهزه تم فحصها من قبل شركه عالميه رصينه عززت كل برامجيات هذه الاجهزه بما يضمن نزاهه الانتخابات ايضا وما بعد الانتخابات لدينا تقاطع للبصمات من خلال برنامج عده شركه مصنعه رصينه لتتبع مدى او في الطعون التي قد تثار ان شخصا قد انتخب اكثر من مره او ما الى ذلك. وفيما يتعلق بالبطاقه القصيره وما تسمى البطاقه الالكترونيه قمنا حقيقه بالقيام باجراءات تحد من امكانيه التلاعب فيها وهي موجوده و تضمنت البصمات العشره، سحب البطاقه، تعطيلها، وهذه الاجراءات لمن يتابع ذلك يجد انها اجراءات لم تكن بالسابق موجوده. يعني كل هذه الاجراءات اتخذت بينما هناك من يقول بان عمر القضاه بان يستلموا المفوضيه هي سنه، ربما البعض يتحدث بانه المفوضيه ربما ليس لديها القدره على اجراء هذه الانتخابات. المفوضيه نعم هم الان مجلس المفوضين من القضاه ولكن المفوضيه فيها كادر وظيفي متقدم لديه تجارب في الانتخابات ذاتها العشر تجارب وبالتالي هؤلاء الموظفين عاكفين يعملون ليل ونهار ليس فقط في المكتب الوطني وانما في مكاتب المحافظات وهم جادين وعازمين على ان ينجحوا فيما يقومون به الان نعم التدخلات السياسيه لطالما اتهمت مفوضيه الانتخابات بانها تخضع لتدخلات سياسيه لكن الشارع العراقي الكثير من اللقاءات التي اجريناها هناك ارتياح ليكون قضاه حتى وان تركوا المنصب على راس المفوضيه يعطي ارتياح للكثير من الكتل السياسيه كيف تستطيعون منع التدخلات السياسيه في عمل مفوضيه الانتخابات؟ وهل هناك تدخلات؟ استاذ مازن حقيقه التدخلات السياسيه هذه تصورات او دعايات اكثر ما يقال عنها، يعني بالنسبه لي انا لحد الان او كمجلس مفوضين لم نجد هناك تدخلات سياسيه. قراراتنا من يتابعها هي جاءت وفقا للقانون وقابله للطعن وهذا الهاجس الموجود والذي نسمعه هو حقيقه لا لم نجده. فليطمئن الشارع والمستمع على ان هذا مجلس المفوضين الحالي واجراءاتنا لم تخضع الى اي تدخلات سياسيه. نهائيا لا توجد تدخلات. لا توجد تدخلات سياسيه ابدا. في عمل المفوضين؟ في, في عمل المفوضين. يعني جناب القاضي تحدثت قبل قليل عن رصانه الاجهزه لكن هناك من يشكك في الاجهزه خاصه بما حدث في انتخابات 2018، هناك من يتحدث بان هناك عكاد يستطيع اختراق اختراق هذه الاجهزه، ما هي الاجراءات المتخذه من قبلكم لاعطاء يعني اطمئنان اكثر للكتل السياسيه بانه هذه الاجهزه لا يمكن اختراقها. استاذ ماجد فيما يتعلق بالاجهزه الانتخابيه هي عباره عن برامجيات، هذه البرامجيات اعدت من قبل الشركه الفاحصه وفقا للانظمه والاجراءات التي اقرها مجلس المفوضين، وفقا للقانون الجديد الذي صدر. هذه البرامجيات لم نكتفي بانها صنعت من قبل هذه الشركه وانما دققت من قبل شركه فاحصه. الآن الشركه الفاحصه راجعت كل هذه البرامجيات واعطتنا وثيقه بان هذه البرامجيات هي برامجيات لا تحتوي اي تهديد نعم كانت هناك تهديدات وتم معالجتها من قبل الشركه الفاحصه بالتنسيق والتواصل مع هذه الشركه المصنعه حقيقه الامر الان كل البرامجيات التي نعتمدها في الانتخابات هي برامجيات خالية من أي تهديد ونطمئن لها أما فيما يتعلق في الوسط الناقل الوسط الناقل ونقل هي لجأنا لهذه الوسيلة لكي نعلن النتائج خلال 24 ساعة لا توجد وسيلة أسرع من الوسط الناقل الذي نعتمده وحقيقة هو وسط عن طريق قمر ثرية وهذا الوسط تم أيضا فحصه ووصلنا إلى نتيجة أنه أمين في نقل هذه النتائج ولا نكتفي بذلك حقيقة إجراءات المفوضية وما وضعه مجلس المفوضين هو أن يسلم تقرير هذا الجهاز قبل الاتصال بالوسط الناقل إلى مراقبي الكيانات إذا نحن قمنا بالإجراءات التي تكفل الأطمئنان للعمل الانتخاب للعملية الانتخابية في يوم الاقتراع تسليم التقرير إلى المراقب قبل الاتصال سحب عصا الذاكرة من الجهاز قبل الربط مع بوسط الناقل أي القمر الصناعي فهذه الاجراءات عندما يسمعها الان المتلقي يجد ان المفوضيه الان على خلاف سابقاتها تعطي مستند ورقي وتسحب العصا الذاكره الى ان تصل الى المرحله الثالثه وهي نقل ال البيانات. نعم يعني ايضا ذهبتم الى اما هذه العصا الذاكره تنقل لانها مشفره ولا نسمح لانها بيانات ناخب وسريه الناخب توجب علينا ذلك فيقوم بنقله الى المكتب الوطني بإجراءات أعدت وبشكل أمين لكي نقوم بفتح التشوير ومطابقتها مع البيانات التي تأتي من خلال الوسط الناقل وبمطابقة رصينة جدا ويعرفها المستمع كل هذه الإجراءات قمنا بها لماذا؟ لكي نوصل هذه الرسالة أن أصواتكم محل اطمئنان ولا ومهمتنا الوحيده هي كيف نحافظ على هذه الاصوات ايضا من ضمن الاجراءات بانكم يعني اعطيتم للكتل السياسيه اليه اختيار احد الصناديق ويتم من خلالها عمليه مطابقه صحيح وهذه طريقه اخرى لكي يجعل المراقب والمرشح والمراقب الذي يتابع العمل الانتخابي بان هذا الصندوق سوف يفتح وبشكل وبإجراءات رصينه ونقوم بتدقيق الأوراق والنتيجه التي تظهر يتم إذا كانت المطابقه أكثر من 5% تفتح كل الأصوات كل الصناديق ونصل إلى أننا هذه الإجراءات التي قام فيها هذه المحطه أو تلك هي إجراءات رصينه مطابقه لما تم تزويد الكيانات بتقرير. البيانات يعني هذه الانتخابات مهمة لذلك الأمم المتحدة تتحدث بأنها لأول مرة تبعث بضعف عدد المراقبين هل هناك إشراف أو مراقبة دولية على الانتخابات جناب القاضي وما هو عدد المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين حقيقة كل إجراءاتنا ومنذ تولينا العمل في هذا في هذه المؤسسة هو نعمل جنبا إلى جنب على الأمم المتحدة ويوجد لديهم مكتب المساعدة الانتخابية و منذ البدايه طلبنا ان تكون هناك مراقبه للانتخابات من امميه او حتى من المنظمات الدوليه ومن الدول بعض الدول طلبنا ان تكون مراقبه اسناد النص القانوني. فيما يتعلق بالمراقبه الان نحن ليس امام اشراف امام مراقبه والمراقبه التي تعني بالرصد والتقييم. حقيقه لا لا يوجد هناك اشراف العمل نقوم به تقوم به المفوضيه وتحت مراقبه مراقبين الامم المتحده. العدد حقيقة 130 مراقب هذا ما تم التواصل مع الأمم المتحدة وأخبرونا بذلك أعتقد يأتي 150 آخرين ساندين لهؤلاء وسمعت بأن هناك 600, 600 شخص محلي يساعدهم في العمل في عمل مراقبة داخل العراق يعني الأزمة في الانتخابات العراقية في كل مرة وقت إعلان النتائج يعني في بعض الانتخابات شهر يتم اعلان النتائج الاوليه ومن ثم شهر يلا يتم اعلان النتائج النهائيه. هل لديكم القدره على الايفاء بوعدكم بان تكون يكون اعلان النتائج خلال 24 ساعه؟ استاذ ماجد اعلان النتائج خلال 24 ساعه هو التزام قانوني، القانون نص عليه، نحن قمنا بالاجراءات التي تمكننا من ذلك. والتي تتعلق بالمفوضيه انهيناها وهناك اجراءات تتعلق بالجهات السانده نقل عصا الذاكره اليه النقل اجراءات النقل ووصولها الى المفوضيه هي اجراءات محسوبه ومدروسه ضمن خطه مارسناها في المحاكاه الاولى والثانيه ونحن مطمئنين الى ان النتائج ستعلن خلال 24 ساعه يعني الحكومه العراقيه داعمه لعمل مفوضيه الانتخابات وهناك ما يعرف باللجنه الامنيه العليا لامن الانتخابات في الانتخابات الماضيه كان هناك حرق لصناديق الاقتراع حرق للجمالونات التي تم من وضع الصناديق الرئيسيه فيها في جانب الرصافه على ما اذكر ما هي الاجراءات اجراءاتكم لمنع تكرار هذه الحوادث طبعا هناك تنسيق على المستوى بيننا وبين اللجنة الأمنية العليا التي شكلت بشكل مختلف عن سابقاتها اللجنة الأمنية العليا الآن تعمل مع المفوضية اجتماعات أسبوعية زيارات ميدانية مشتركة أحد السادة المفوضين هو عضو في هذه اللجنة أحد السادة المدراء العامين أيضا عضو يتنقلون الآن بين المحافظات هيئنا بالتنسيق مع هذه اللجنة ومع لجنه الامر الديواني التي خصصها السيد رئيس الوزراء مشكورا في متابعه وايجاد بدائل للمخازن لا توجد محافظه الان ليس فيها مخازن بديله ايضا قمنا بمراجعه كل الاخطاء التي بالامكان ان تجعل هناك ما يسبب خللا في تلك المخازن الان مطمئنين للمخازن وهي مختلفه تماما عما كانت عليه في عام 2018 نعم يوم الاقتراع جناب القاضي ما هي مخاوفكم هل مخاوفكم امنيه ام لوجستيه ما هي المخاوف اللي لكم وهل موجوده لديكم وهل لديكم خطط طوارئ تعملون عليها استاذ ماجد المفوضيه قد تختلف عن كثير من المؤسسات تعمل ضمن خطه وضمن جدول زمني هذه الخطة أعدت بإحكام وتسلسلية وقمنا بها منذ البداية ولحد الآن لم يكن هناك قلق أو مخاوف كل ما خطط له نفذ وبما خط وبالطريقة التي أعدت لذلك لا توجد لدينا حقيقة واثقون من إجراءات الانتخابات ستكون إجراءات متميزة أملنا أن يكون هناك مشاركة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية لكي تكون مختلفة عن سابقاتها هذا ما نأمله. موضوع البطاقات يعني هناك من يتحدث عن بيع وشراء البطاقات ما هي إجراءات المفوضية لمنع بيع البطاقات؟ استاذ ماجد هذه التصورات أو الدعايات حقيقة فيما يتعلق بالإجراءات نحن وظفنا النص القانوني الذي يمنع ذلك. كل من يقول بان هناك بيع للبطاقه من هو الذي باع المواطن باع ومن هو الذي حقيقه هذا الامر لا يخلو من محاوله لزعزعه الثقه بالعمليه الانتخابيه ارجو ان من كل مستمع ان يصر على أن على حقيقه مفادها ان الانتخابات هي انتخابات آآ آآ رصينه والبطاقه الان بطاقه بايومتريه من يقوم على فرض المحال قام ببيع هذه البطاقة مثل ما جنابك أكيد قد سمعت من هنا أو هناك ماذا تفيد المشتري ما لا تفيده لأنها بطاقة تعتمد بيانات ثلاثية وحية لا يمكن استخدامها من الأخر أطلاقا يعني هناك الخوف من الثلاث ملايين بطاقة الغير بايومترية البطاقة الغير بايومترية بهذه الإجراءات التي ذكرت لا يمكن استخدامها من غير الشخص أولا بصماته العشرة تؤخذ يعني مو تسعة ثانيا هويه هويه رسميه كأن تكون البطاقه الموحده او هويه الاحوال المدنيه. ثالثا تسحب وتعطل كل هذه الاجراءات تمنع ان تستخدم من غير من خصصت له، اضافه الى الجهاز وبرامجيات الجهاز وكيف يتعامل مع هذه البطاقه. اعتقد شراء هذه البطاقه لا يكون الا من اجل تشويه تشوي سمعه العمل الانتخابي، ادعو كل مستمع ان هذا الموضوع لا يؤثر على العمليه الانتخابيه. الاجراءات اجراءات رصينه وفق اجهزه بايومتريه لا تسمح مثل هذا الامور. زين، ما هو النص القانوني جناب القاضي الذي يحاكم او من خلاله يتم استبعاد اي مرشح يثبت عليه انه تاجر في بطاقات انتخابيه او زور في الانتخابات؟ حقيقه هذا يخضع الى الضوابط القانونيه ويحال الى المحاكم واجراءات المحاكم معروفه وتنتهي بالحكم عليه. نحن امام جريمه ذات ويتم فضل. استبعاده من يعني الذي يقوم من هو الذي يعني يبيع المواطن قصدك؟ يعني جناب القاضي يعني هناك من يتحدث عن موضوع انه ربما شخص مرشح قام ببيع او شراء بطاقات انتخابيه او تلاعب بالعمليه الانتخابيه او استخدم السلاح في يوم الاقتراع لمنع عمليه التصويت في مراكز انتخابيه، هل هناك هيئه قضائيه من الممكن ان تتخذ قرار بإبعاده عن الانتخابات اذا ما ثبت؟ اطمئن استاذ ماجد واطمئن أطمئن جميع المستمعين ان ما ذكرته هو يعتبر جرائم والجريمة وإجراءاتها والعقوبة هذا هو حقيقة المؤسسة القضائية مسؤولة عنه وأطمئن بأن كل من تثبت عليه ويصار إلى أنه يحكم عليه أكيد لا يشارك في الانتخابات كركوك جناب القاضي هذه محافظه فيها الكثير من المشاكل في كل انتخابات هل يعني وضعتم مفوضيه قويه في كركوك يعني تعرف القوميات اللي موجوده كيف تعاملكم مع ملف كركوك بالتحديد مكتب كركوك هو مكتب حقيقه من مكاتبنا ال عشر تم اجراء تم تنظيم الاجراءات في داخل هذا المكتب بما يضمن ان تكون الانتخابات فيه رصينه ومحل ثقه واطمئنان موضوع العراقيين في الخارج، يعني هناك من يقول بانكم سلبتم اصوات العراقيين في الخارج عندما لم تسمحوا لهم بالمشاركه وتحدثتم عن امور فنيه، لكن البعض ايضا فرح اخرين فرحين بانه انتخابات الخارج كانت تشكل عمليه تزوير لبعض الكتل السياسيه، ما حقيقه منع التصويت في الخارج؟ حقيقه هو مو منع التصويت وانما هذا هذا الاجراء الذي قدمنا عليه هو ان القانون جاء بضروره ان يسجل جميع ناخبي الخارج من العراقيين بايومتريا هذا يتطلب اجراءات ان ننتقل الى الخارج في مكاناتهم وان نفتح مراكز تسجيل وان نستقبل المواطن اجراءات كورونا وتاجير هذه المناطق والاستعداد لتسجيل اكثر عدد ممكن بما يتلائم مع ضروره ان تفتح مثل هكذا مكاتب في الخارج هي كانت اسباب لعدم اجرائها لهذه الدوره وليس لجميع الدورات، هذه الدوره انتخابات مبكره، اجراءات بقانون جديد هي التي حالت دون ذلك. حقيقه هناك البعض فرح بانه لم يتم السماح للخارج بالتصويت للمشاكل التي في كل انتخابات يتحدثون بان هناك عمليه تزوير. ولو سجل بايومتريا حقيقه لا تكون محل لهذه الـ الـ الاقوال. نعم. كورونا جنبك تعرف كل زين موضوع كورونا اللي اجتاح العالم الوفيات بالمئات مئات الالاف، هناك من يتخوف يقول لك والله انا ما راح اصوت بالانتخابات حتى في جائحه كورونا، هل هناك اليه لعمليه التباعد؟ هل هناك هناك من يطالب بزياده الوقت انه بدل ما يكون من الساعه الثامنه صباحا الى الساعه السابعه مساء هل ربما تذهب المفوضيه لتمديد وقت الاقتراع؟ لا تمديد لوقت الاقتراع بدايته ونهايته محسومه بموجب القانون لكن الاجراءات نعم هناك اجراءات رصينه من اجل وضع قواعد للسلام فهذا الموضوع عندما ياتي المواطن ليشارك في العمليه الانتخابيه سيجد هناك قواعد يخضع لها لكي نحميه من هذا المرض الخطر طيب داخل المفوضيه داخل هذه البنايه التي نجري في هذا اللقاء الان عملت الأحزاب السياسية على زج الكثير من الموظفين يعني الكثير من الأشخاص الذين ينتمون إلى كتل سياسية تحت عناوين وظيفية في هذه المفوضية كعاملين يعني من درجات متسلسلة ما هي الإجراءات التي اتخذتموها كمفوضية جديدة للانتخابات لمنع هؤلاء من التلاعب في نتائج الانتخابات حقيقة هذا, هذا الاتهام القديم الجديد قصدك أنا أجيت للمفوضية لم أجد مثل, ما مثل هذا حقيقة أه نحن جئنا بقانون هذا القانون نظم عمليه أه الاداره في هذه المؤسسه الموظفون السابق السابقون من المدراء العامين معاون المدير العام أه نقلوا من المؤسسه الموظفين الان هم موظفين اكفاء يعملون جنبا الى جنب بكل قوه وبكل عزم وجادين في ان ينجحوا في الانتخابات حقيقه الامر هم أه عندما يعني قد اخشى عليهم عند سماع هذا الكلام من جنابك حقيقه الامر لا وجود لهذه سبق وان قلنا لا وجود للتدخلات السياسيه وموظفينا موظفين يعملون بجد لانجاح الانتخابات خذها من عندي اني اياها بشكل ملموس موظفين المفوضيه الان موظفين يعملون بجد لإجراء الانتخابات والنجاح فيها نعم. جنابك تعرف أن هناك الكثير من المترددين في الشارع عندما نسأل لماذا لا تذهب وتشارك في الانتخابات يقول لك انتخابات مزورة فما هي رسالتك الآن للشارع العراقي للمواطن العراقي للكتل السياسية لم يبقى شيء على الانتخابات الكاميرا أمامك حقيقة أستاذ ماجد أتمنى أن أوصل هذه الرسالة بكل صدق من رجل همه همه الوحيد هو كيف تنجح هذه الانتخابات. اقول ان نحن جئنا لحمايه اصوات المواطنين. وهي المهمه الكبيره التي اوكلت بنا. وسنصون هذه الامانه ونجري انتخابات رصينه ناجحه ستعزز الثقه بالعمليه الديمقراطيه في العراق. رسالتك للمترددين من المشاركه. ارجو ان يشاركوا في الانتخابات. التمس كل مواطن عراقي يسمعني ان يشارك في الانتخابات ومشاركته ستجعل هذه الانتخابات مختلفه. السيد جليل خلف رئيس مفوضيه الانتخابات شكرا جزيلا على هذا الحوار وايضا الشكر لمشاهدينا على امل ان نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج الانتخابات العراقيه 2021.